السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الثور. برج الثور يا رب قراءتك تكون جميله وتكون خفيفه على قلبك. نشوف دلوقتي قراءتك فيها ايه، وايه التبشرات اللي عندك، وايه الاخبار اللي عندك، وبفضل ربنا يكون فتره كلها تقدم وكلها خير. يلا بينا بقى نشوف الصفحه بتاعتك هتقول لك على اخبار ايه يا برج الثور. معايا برج الثور الفتره دي وايه الايام اللي عندك. مبدئيا كده انت يا برج الثور الفتره دي انت عندك تعبين في حياتك، او عندك كلام بيتقال من ورا ظهركم، او عندكم حيره من امركم، او خوف من مستقبلكم. في شويه لخبطه عندكم، وده بسبب بس قاعده التوتر اللي عليكم، لكن انتوا عندكم شويه اوضاع حلوه وفيها تحسن. حاليا في دايرة، ودايرة كبيرة جدا لدرجة ان انت عايز تهرب من كل حاجة جواك. خاب ظنك في حاجات كتيرة جدا جدا اليومين دول، وكنت في علاقة مع حد وانفصلته بسبب مشاكل. اول حاجة كده عند برج الثور انت عندك تفكير رهيب، بس برضو في نفس الوقت بتوازن امورك وعايز تعرف انت بتعمل ايه وبتتعامل ازاي. انت معروف عنك ان انت شجاع جدا، ودايما بتاخد خطوة للامام، ودايما حذر، بتحذر من كل الامور اللي مضايقاك وعملالك مشاكل. مش عايزاك تخسر حاجة انت بتحبها. انت عندك نجاح من نجاح، يعني انت اهدى كده وهدي اعصابك. معروف ان قلبك كبير، بس بتعاني من وجع في ظهرك. بس هيكون كمان عندك الايام اللي جاية حبة انفراجات. خلال 13 يوم او 14 يوم هتلاقي نجاح في موضوع حلو جدا، وهتلاقي كمان تواصل، والتواصل ده هيكون مع بعض الاشخاص اللي هيكونوا حلوين في حياتك. شوف انت ناوي على ايه يا برج الثور، واللي انت ناوي عليه هتلاقي فيه الخير. كمل للهدف وكمل للحلم، وارمي ورا ظهرك اي حاجة شغلة بالك، وخلي بالك من حبة عراقيل واقفين في طريقك. العراقيل دول واقفين لك مهما تروح شمال وتروح يمين، هم واقفين لك وكأنهم مش وراهم حاجة غيرك. فده برضو كله ما يقلقكش، علشان انت عندك خير، والخير هيعوم على بعض الامور اللي عندك. بس في ناس ظلماك يا برج الثور، وبتتكلم في حقك من ورا ظهرك. اللي خانك واللي خذلك واللي غلط في حقك، بإذن الله ربنا هياخد لك حقك من كل اللي كسر نفسك في حاجة انت ما كانش ليك حق فيها. انت دايما بتدور على راحة البال، دايما بتدور على الاستقرار، دايما بتدور على محنة الاشخاص، على حب الاخرين، وده طبعا حاجة انت مش لاقيها بسبب الظلم في حياتك كان كبير. انت البرج الوحيد اللي بتدي من غير مقابل، وما بتستناش مقابل من حد. بس في قلق في موضوع شاغل بالك، ومهما بتدبر فيه الامر برضو الموضوع ده شاغل بالك. ظلموك كتير لدرجة ان انت مريت بفترة من الفترات يا برج الثور قطعت علاقاتك مع كل الاشخاص، كل اللي اذوك وكل اللي ظلموك، وحاليا صامت وما بتتكلمش زي الاول. طيب عايز اقول لك على حاجة، وياريت تخلي بالك كويس جدا من اللي انا بقوله لك. عندك افعى في حياتك، الافعى دي مليانة سم، بتبخ سمها عليك، وهي من المقربين لحياتك، يعني هي ست مقربة ليك. الست دي معاها بنت. الست دي يا برج الثور، وافتكر كلامي ده كويس جدا، وانا كل مرة بردده لك. الست دي معاها بنت. البنت دي ممكن اقول ان هي غيرانة منكم. لو انت فتاة فهي غيرانة منك، لو انت شاب فهي عايزة تتجوزها لكم، الله اعلم. بس في كلام، والدايرة اللي انتوا فيها دي كل ما بتتخلصوا منها بتلاقوها دايما موجودة في حياتكم. في هنا كمان كشف اوراق وكشف اقنعة، اصدقاء عاملين حبايب وعاملين ان هم بيحبوكم. انت دايما نيتك صافية، وبتتعامل مع الناس بمحبة، بتتعامل معاهم بمحبة وحنان، وبرضو بتلاقي منهم الخداع والنفاق يا برج الثور، وانت بتديهم زيادة عن حجمهم.
يعني انت بتديهم زيادة عن حجمهم. طيب عايز اقول حاجة لبرج الثور وينزل في الكومنتات يكتب لي امين، انت عندك خبر مفرح، بس اكتب يا رب عندك خبر مفرح الايام اللي جاية، الخبر ده هيكون حلو قوي. انت بتبتسم بس جواك كمية ملل، كمية حزن، كمية ارهاق، كمية تعب وضغط نفسي، ومحدش حاسس بيك، ومحدش متكلم بيقولك فيك ايه ولا مالك، ولا بيسأل على اي حاجة تخص حياتك. انت دايما موهوب، موهوب بكسب ان انت بتكسب محبة الاخرين، ان انت بتبقى عارف انت عايز ايه وايه اللي ناوي عليه، موهوب يعني انت من الابراج اللي هي حلوة وبتحب الحياة، من الناس اللي هي بتحب حياتهم جميلة، حياتهم بسيطة بس مهموم. فما تقلقش يا برج التور، كل المطلوب منك ان انت تاخد حذرك من ناس كارهينك وبيراقبوك في صمت، بيراقبوك في سكوت. انت الايام اللي جاية الحظ معاك هيرتفع وهتصعد لمفاجأة هتريح قلبك، واقدر اقول ان برج التور الباب اللي اتقفل في وشه هيتفتح، وهيبقى عندك كمان بشر حلوة، بس انت دايما شايف نفسك في مكانة مش بتاعتك يا برج التور، دايما شايف نفسك في مكانة مش بتاعتك، وده طبعا غلط، لازم تشوف نفسك في المكان الصح علشان تقدر تتحمل كل ما هو صعب لحياتك. الناس اللي عايزة توقعك دي ربنا بإذن الله مش هيوقعك، اللي ظلمك بإذن الله ربنا هياخد لك حقك تالت ومتلت، بس انت قول يا رب واصبر وهتشوف قد ايه انت عليك ديون يا برج التور، او في وجع جوه قلبك، والوجع ده محدش سندك عليه، محدش سندك عليه، عيونك مليانة دموع، يا هل ترى هتبقى دموع فرح ولا دموع حاجة انت حزين عليها يا برج التور؟ انت متلخبط وبتراجع امورك لورا، خلي بالك يا برج التور، انا مش عايزاك تراجع امورك، والشخص اللي انت قلقان عليه من العيلة او زعلان او تعبان ربنا باذن الله هيشفيه، وكمان هيخرجه من المحنة اللي هو فيها، علشان انت هتكون متألق الايام اللي جاية يا برج التور، وهتكون واثق في نفسك، والمحاولات الفاشلة اللي انت عملتها المدة اللي فاتت هتلاقي فيها تغيرات جذرية هتعوم على حياتك بالكامل. يعني اقدر اقول لك يا برج التور ان انت هتكون متألق وهتكون واثق من نفسك، ومن نجاح لنجاح باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. لو انت مستني حمل او عندك او انت عندك كشوفات طبية، كله ده هيكون في الخير، فما تقلقش وبلاش القلق اللي على الفاضي وعلى المليان، وطاقة التفكير اللي مخلياك متضايق ومخنوق. العدو اللي في حياتك هيظهر وهتعرفه قد ايه ان انت كنت نايم على ودانك لما كان ده عامله صاحبك وبتدخله بيتك، وهو كان عدو ليك وما كانش كاتم الاسرار زي ما انت فاكر، ولا كان حبيب لك الخير. انت بتعيد نشاطك، بتشتغل على نفسك، بتعيد حيويتك، بتعيد مسؤولياتك، بتعيد حاجات كتيرة جدا في حياتك، بس في نفس الوقت يا برج التور واقف، واقف في حاجة ومش عارف تعمل فيها ايه. يا هل ترى انت يا برج التور مستني انفراجات، مستني تتخلص من الضيق والخنقة اللي انت فيها، مستني ايه يا برج التور؟ انت هنا عندك طاقة انتظار، يا هل ترى مستني حد هيرجع لك، ولا مستني حاجة انت هتعملها، مستني ايه بالظبط؟ طيب عايز اقول حاجة لبرج التور، ان الحاجة اللي مستنيها هتلاقيها بنجاح، بس بلاش تفقد الثقة في ناس يعني كتير، يعني خلي بالك واحذر كده، وخليك شخص مختلف عن الآخرين لدرجة كل اللي يشوفك يتبهر بشخصيتك وحياتك. دايما سر عدم سعادتك قلبك الطيب، ان انت بتدخل ناس في حياتك بتأمن لهم بسرعة وبيغزلوك، بتأمن لهم بسرعة وبيغزلوك. عندك حد علاقة مع برج الجوزاء، كان عندك علاقة مع برج الجوزاء، راجل الجوزاء كان متعدد العلاقات، دخلت واحدة ست حياته، خربت بيتك وخربت بيته وعملت له مشاكل، فانت تخلي بالك وتحذر وتحط عينك في وسط راسك، او تحط عينك في وسط راسك. كان عندكم علاقة مع برج العقرب، وكان دايما وراه تعابين، كان دايما وراه تعابين. انت دخلت في علاقة حب يا برج التور، او قصة حب وانفصلته بسبب اهل الشريك اللي عملوا لكم مشاكل ودمروا حياتكم. انت اللي ناقصك في حياتك راحة البال، انت ولا عايز مال ولا عايز اي حاجة في حياتك، انت بس محتاج راحة البال، محتاج راحة البال، محتاج شوية امور تتظبط في حياتك، وفي نفس الوقت برضو محتاج تخرج ناس من حياتك.
محتاج تخرج ناس من حياتك. الفترة اللي جاية دي هتقف وهتبدأ تعلن الحرب، وهتبدأ تطرد ناس من حياتك طردة الكلاب. في حد هيرجع لك من برج السرطان، او في حد هيرجع لك من الماضي. انت كان عندك علاقة هنا مع برج السرطان وفرقوكم، فرقوكم وقلبك موجوع، قلبك موجوع. هنا الفترة دي انت بتعاني من بعض المشاكل الصحية، بتعاني من بعض المشاكل الصحية. عندك صداع مستمر، ألم في الجسم، القولون عندك ملتهب، وتساقط شعر يا برج الثور، تساقط شعر رهيب، قشرة بتعاني او انت اليومين دول ناوي تشتغل على نفسك وناوي تهتم بنفسك شوية. عندك افاعي في طريقك وخلي بالك، عندك افاعي في طريقك وخلي بالك. اكتب تم يوصلك فيديو علاج السحر للناس اللي اول مرة تسمع قراءة برج الثور. بص يا برج الثور، انت هنا هيكون عندك نقلة جديدة، هيكون عندك نقلة جديدة. النقلة دي انت من بدري مستنية، انت بالك بالك مشغول بحاجات كتيرة جدا، بالك مشغول بحاجات كتيرة جدا. مين البنت اللي عندك مصدومة وقلبها مكسور؟ في بنوتة عندك قلبها مكسور. قول لي يا برج الثور، انت مستني لقاء من مين ولا مكالمة من مين؟ مستني اعتذار من مين؟ الثور انت تعبان، فانت لازم تطلع من الطاقة اللي انت فيها، وعلشان تطلع من الطاقة اللي انت فيها ابشر، ابشر عشان في اخبار حلو بفضل ربنا. عندك اخبار حلو، انت محتاج دعوة حلوة من القلب، وفعلا عندك حد بيدعي لك من القلب. كل اللي راح حاجة واللي جاي حاجة تانية، بالك ما يكونش مشغول بالمستقبل، عشان المستقبل هيكون كله خير. بس دايما اقول لك احذر من العيون اللي وراك ومن الناس اللي مش سايباك في حالك. عندك نميمة، في حد بينم عليك، في حد بيتكلم عليك، وربنا هينتقم منهم، ربنا هينتقم منهم. انت ببيتك مش مرتاح، عندك حرقة قلب، قلبك محروق ومكسور على حد مقرب منك، على حد مقرب منك. صدقني يا برج الثور، انت بتحب لهم الخير بس هم مش حابين لك الخير، انت عايز تساعدهم بس هم مش عايزين يساعدوك. ارجع واقول لك تاني، السحر دمر حياتك، السحر دمر حياتك من ناس كتيرة جدا، يعني مش من حد، من ناس، من اخت الشريك ومن اهل الشريك ومن ناس كتيرة جدا غيرانة منك ومش سايباك في حالك، بيبين ان هم بيحبوك وان هم عايزين مصلحتك. لا، فوق فوق كده، واسمع وركز في اللي انا هقوله لك كويس جدا. ده مين العلاقة اللي كانت من برج الحوت؟ علاقة من برج الحوت اذاك، قلبك محروق على سرقة قلبك، قلبك محروق على حقك اللي ضاع، او قلبك محروق على عمرك اللي ضاع مع ناس ما تستاهلش، قلبك محروق على حاجات كتيرة جدا، لدرجة ان انت صرفت بعض الفلوس على المشايخ وعلى الدكاترة، الدكاترة يقولوا لك ما فاكش حاجة وخد علاج وهتتحسن، وبرضو زي ما هو رحت عند شيخ وبعض المشايخ قالوا لك عندك سحر مدفون، عندك سحر اسود، عندك مرشوش مأكول، كلام كتير جدا بتسمعه، وعملت حاجات كتير عشان تتخلص من السحر وبرضه مفيش نتيجة. صح صح، عملت كده ولا عملتش؟ في مبلغ حلو عندك اتسرق، في مبلغ كان حلو عندك اتسرق بسبب العيون، الجارة اللي مش سايباك في حالك، اللي دايما عايزة تعرف انت بتعمل ايه وبتاكل ايه وبتشرب ايه، وتعرف بتحب تعرف تقارير. في ناس خلي بالك حشرية، في ناس حشرية. وخلي بالك يا برج الثور، انت الحاجة اللي بتحسها بتطلع صح، ولما بتيجي تقول الشخص ده مش كويس بيطلع فعلا مش كويس، الشخص ده كذا بيطلع فعلا كذا، فدايما احساسك بيسبق، روحانياتك العالية بتسبق نظرتك في الاخرين، بتفهم الشخص اللي قدامك من نظرة عينيه. صح، بتفهم الشخص اللي قدامك من نظرة عينيه ولا لا؟ قولي انت هنا محتاج قرض ولا مسلف حد فلوس، ولا انت عايز تستلف من حد فلوس؟ انا شايفة ان هنا في فلوس جاية لك الفترة اللي جاية، وهتمسكها في ايدك، وهتبدأ تسدش بعض الحاجات اللي عليه، هتبدأ تسد بعض الحاجات اللي عليه. عندك ألم في ظهرك، خلي بالك الألم ده مش طبيعي، والمفاصل وجعاك، جبت كريمات كتير، حتى في عرض نزل في التلفزيون جبته. صح، عرض نزل في التلفزيون جبته عشان وجع جسمك، وبرضه مفيش. انت هنا ناوي على لقاء مع حد، ناوي على لقاء مع حد، اللقاء ده هيكون فيه خير ليك، وهيبقى عندك بعض المواجهات. احذر يا برج الثور، انت عندك سحر مرشوش، ومن كام يوم فتحت الباب لقيت مية قدام الباب. صح ولا غلط؟ لو صح قولي صح. الفترة دي حاسس ان هي مليئة بالتعب، حاسس انه مفيش اكتمال في اي موضوع،
حاسس انه مفيش اكتمال باي موضوع، حاسس ان طاقتك بتتسحب وعمرك بيمشي قدام عينك وانت مش حاسس بيه. لا انت، انا عايزاك ما تشمتش حد فيك. الاعداء في كل مكان، بس لازم تكسرهم، لازم تكسرهم وتطلع الطاقات السلبية منها. عايز اقولك ان انت هتطرد الحية من حياتك، انت بس غلطت غلطة انك اهملت فدخل طرف تالت. اهملت، حط نام كده على مخدتك وفرك، فكر كويس جدا في كلامي، انت اهملت دخل طرف تالت. كان عندك علاقة مع برج الاسد وبينك وما بينه مشاركة، وفجأة لقيت غدر وخيانة، فجأة لقيت طعم، فجأة لقيت حاجات محدش يتوقعها ابدا، لقيت مشاكل من بعض الاشخاص اللي انت ما كنتش متخيل ان هما ممكن في يوم من الايام يخنوك. بس برضو وقع عليك ظلم، ووقع عليك غدر، وقع عليك حاجات كتيرة جدا انت كنت مستغني عنها، كنت مستغني عنها. اليومين دول، اليومين دول انت حاسس نفسك بتعدي في فترة صعبة. لا، على قد الصعب اللي انت فيه، على قد التحسن، على قد الخنقة والضيقة والتوتر، على قد الانفراجات، وإن مع العسر يسر. على قد ما ضاقت قوي، على قد ما فرجت قوي، على قد ما انت خلاص تعبت وانقهرت، على قد الانفراجات. ربنا مأجل لك دعوة، مأجل ربنا مأجل لك دعوة عشان تحس بيها في الوقت المناسب. قولي، إحساس اللخبطة والتوهان والتشتت ده أخباره إيه؟ أخباره إيه؟ عارف لو صليت على الحبيب 5 مرات هتحس بالراحة النفسية. انت بس مشكلتك ان انت بتكتم جواك حاجات بتضايقك وتتعبك يا برج الثور، كاتم جواك حاجات كتير. حاول تتكلم مع حد شوية، ما انت عندك محبس خطوبة، عندك رجوع حد، عندك حد ندمان، عندك انطلاقات حلوة. انت دايما بتخاف على اللي ليك، دايما بتخاف على اللي ليك جدا، ودايما بتحبش حد من اللي ليك يأذيه، رغم ان حتى لو كان هو اللي اذيك. اليومين دول انت بدأت توقف كل علاقاتك وتركنها على جنب، وبدأت تفكر اكتر بعقلك، بدأت تفكر اكتر بعقلك، بدأت انت تعرف انت عايز ايه وهتعمل ايه. خلي بالك انت بتحب المغامرات جدا، وبتحب الحاجات الجديدة، ما بتحبش الروتين، وعشان كده هيكون عندك نقلة جديدة انت ناوي عليها. عندك ورقة عطلة، ورقة مش ناوية تخلص، وحاسس ان انت زهقت، بس هتخلص الفترة اللي جاية. في خبر سمعته فرحك، بس بعدها حصلت حاجة زعلتك، صح؟ في خبر حلو فرحك، بس بعدها حصل حاجة زعلتك، والحاجة دي غيرت نفسك، سدت نفسك. لا، في واحدة ست مقربة منك، واخدة بالها منك جدا، ومش سايباك في حالك، ودايما بتحكي عنك، ودايما بتلاقيها بتسأل عليك، بتسأل عليك. حاسس ان الفترة دي مليئة ببعض الضغط، مليئة بالارهاق، تعب نفسي جسدي فكري، حاجات كتيرة جدا بتمر بيها. وارجع واقول لك تاني، انت اللي ظالم نفسك بنفسك. لو خرجت نفسك من الطاقة السلبية صدقني هتدخل في نجاح، وهتدخل في حاجات حلوة جدا. الفترة اللي جاية مليئة بالسعادة، مليئة بالفرحة، مليئة بالهنا، بس انت دايما خلي عندك بعض الامور الحلوة، بلاش تخلي المشاكل هي اللي تسيطر عليك. عندك وسواس، عندك وسواس بيوسوسك، عندك قرين، قرين بيخليك بتصحى من النوم متكتف، بتصحى من النوم كاره نفسك، وكاره اي حد ممكن يكلمك، كاره بعض الامور، حاسس بالغدر من اقرب الناس لك. هو احساس الغدر مش سايبك في حالك، احساس الغدر مش سايبك في حالك، علشان انت بس قلبك طيب، واللي على قلبك على لسانك، قلبك طيب واللي على قلبك على لسانك. انت هنا في حرباية، في حرباية مش سايبك في حالك، حرباية وراها تعابين، حرباية وراها تعابين. هتقولي انا بطلع الناس من حياتي، بس هم اللي بيرجعوا لي تاني. في ناس لازم تعرف قيمتك يا برج الثور، في ناس لازم تعرف قيمتك علشان خاطر هم ما يستاهلوش يكونوا في حياتك. قدامك طريق سفر، بس عندك طاقة تردد، قدامك طريق سفر بس انت عندك طاقة تردد. في قرار نفسك تاخده وحاسس ان حياتك واقف عليه، وفي نفس الوقت بتتردد، كل ما تنوي بتلاقي حد يرجعك، كل ما تنوي بتلاقي حد يرجعك. او حاسس ان انت القرار ده مش لازم تاخده دلوقتي، مش لازم تاخده دلوقتي، لازم تاخد القرار. من كتر التعرض لحياتك لصدمات وخزلان من ناس انت حبيتهم جدا، فقدت الثقة في اقرب الناس ليك، اللي كنت بتقول عليهم سند هم اللي خزلوك،
هما اللي شمتوا أعدائك فيك. انت هنا شايفة طاقة حيرة، طاقة حيرة وتوهان، ودايما مهموم وماسك دماغك، وخصوصا الفترة دي من كتر الطعنات والغدر اللي جايالك ورا بعضها. شكلك بقى فيه حزن، شكلك فيه حزن، بدأ يقولك انت مالك، فيك ايه، متضايق ليه، بتقول مفيش وبتكتب وبتداري، بس شكلك بيقول غير كده، شكلك بيقول غير كده. شايف كمان بابك هيدق من الناس من الماضي، بابك هيدق من الناس من الماضي. انت تفكيرك اليومين دول طاقة، تفكيرك اليومين دول طاقة. انت ناوي تبيع ايه هنا؟ لا اما ناوي تبيع، لا اما ناوي تشتري، لا اما ناوي تبيع، لا اما ناوي تشتري. خلي بالك عندك مناسبة عائلية الفترة دي، عندك مناسبة عائلية الفترة دي. المناسبة دي هتكون تجمعات بينك وما بين العيلة، تجمعات بينك وما بين العيلة. انت اليومين دول صرفت مبلغ يا برج الثور، اليومين دول صرفت مبلغ في حياتك. مين الشخص اللي اتصل بيك وعزمك على مناسبة وانت لغيتها؟ مين الشخص اللي اتصل بيك وعزمك على مناسبة وانت لغيتها وقلت المناسبة دي انا مستحيل ارضى بيها، المناسبة دي انا مش عايزها، المناسبة دي هيكون فيها طاقات سلبية؟ بالفعل والله العظيم احساسك كان بمحله، احساسك فعلا كان بمحله. عارف هما كانوا بيتصلوا بك ليه؟ علشان يأذوك فانت لغيت. هنا انت هنا كان عندك علاقة مع حد على السوشيال ميديا، او في حد هيبني علاقة معاك مع على السوشيال ميديا. الشخص ده هيكون معجب بيك جدا، هيكون معجب بيك جدا، وهيكون عايز يقرب منك قوي، بس هو شخص اصلا مؤذي. للأحسن ان انت ما تتكلمش معاه، للأحسن ان انت ما تتكلمش معاه، عشان هو اصلا شخص مش كويس. عندك هنا رزق هيجي لك بعد يومين، رزق هيجي لك بعد يومين بالظبط. الرزق ده اللي هيكون مكالمة حلوة، لخبر حلو، لهتعمل شغلانة حلوة، وهيجي لك منها حاجة حلوة بإذن الله بفضل ربنا. فما تقلقش بقى من اي حاجة يا برج الثور، واللي ربنا كاتبه لك طبعا مهما تروح ومهما تيجي هو اللي هتشوفه، وهو اللي هيكون من نصيبك، وهو كمان اللي هيكون دعم ليك في حياتك. انت يا برج الثور دايما اقولك ان انت بتعاني من القولون، بتعاني من صداع مستمر، بتعاني من حيرة، وبتعاني من بعض التوتر، بس بكل الأعراض اللي عندك برضو الأيام اللي جاية هتلاقي حاجة حلوة هتفرحك وهتغير من نفسك. واللون المفضل عندك اللي دايما أقولك إذا كان الأسود أو الأحمر أو البني أو حاجة تانية، الأيام دي هتنزل تجيب منها حاجة حلوة. وأنا قلتلك في الفيديو اللي فاتت، وديني بعد لك الكلام تاني، هتنزل تجيب حاجة من اللون المفضل بتاعك، لإما هتهديها لحد، لإما أنت هتكون من ليك أنت شخصيا، والحاجة دي هتفرحك وهتعمل خروجة منها كويسة، يعني هتخرج أو هتعمل مناسبة أو هتحضر حفلة الزفاف، حفلة خطوبة، او ممكن يكون عندك انت الخطوبة والزواج. بس التعابين اللي في حياتك دي بلاش منها، والكلام اللي بيدور من ورا ظهرك ما تديش لحد فرصة ان هو يتكلم عليك او يأذيك، او بس يفكر ان هو يقول عليك كلام مش من حقك ولا من نصيبك. هدي اعصابك كده واعرف انت عايز ايه، واخطي خطوة صح في المكان الصح علشان توصل بسرعة وتطلع السلم زي ما انت ناوي وزي ما انت عايز. مش عايزك تقلق من اي حاجة. وبكده نكون خلصنا قراءتنا لمواليد برج الثور. يا رب تكون قراءة خفيفة على قلبكم، وتكون نالت مرادكم ونالت اعجابكم. تحياتي لكم يا مواليد برج الثور.